قال لك الفيلم. الو، مرحبا استاذ هيثم. مرحبا، معك مصباح، كيفك؟ رايا ابو رشيد من نيبال. نعم، حضرتك رايا ابو رشيد لبنان والمنكو. منكو، اوكي. كيفك؟ والله ايه، كل شيء تمام والله استاذ هيثم. ايه، كله عم لحم، كله عم لحم. شو بدك تعمل؟ 10 لحيمه بيومين بدك؟ هني ايوه، علم 10 لحيمه بيومين على الارجون. ايه، ويعملوا تيست ثالث يوم. اها، طيب معلم، خلص انت زي ما بدك، زي ما بدك بتصير ان شاء الله. يعني بعد يومين 20 لحيمه منيح، بعد يومين. ايه، هو ما عندنا طرش ارجون هلا، بعلمهم على الورقه استاذ. نعم، على الورقه والقلم هلا مبدئيا، وبعدين بس تجيبوا طرشات لل 20 لحيم بيمشي الحال. يجلو 5 مهم بالايدين على الورقه، ايه، وما ضروري وجوه الحام، بالعوينات اللي عندهم. ايه، حط العوينات وبيرسم على الورقه، وانا بشوف كيف ان شاء الله. ايه استاذ، الله يخلينا. ايه، خلص انت زي ما بدك بتصير استاذ حبيب قلبي من جوه. ثانك يو، بنك مايك.